فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في سورة الأنعام: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة فباسمه تعالى نبدأ. دوما الإنسان موجود في مكان ويمر عليه زمان، فالإنسان لا يمكنه أن ينفصل عن مكان يعيش فيه وزمان يمر عليه. القرآن الكريم ورد فيه مئات الآيات تعالج هذا الموضوع بدقة علمية مذهلة. فميز القرآن الكريم بين شيئين، بين الزمن وبين الزمان. هناك فرق واضح بين أن نقول زمان بوجود حرف الألف وبين أن نقول زمن بدون حرف الألف. الزمان مع وجود حرف الألف هو تعبير دقيق جدا، إحساسنا بسرعة حركة المكان. كيف؟ الأرض حاليا في عملية دوران، فنسجل نحن أزمنة. إذا تمكننا من إيقاف الأرض عن الدوران في هذا اليوم الخميس لن يأتي يوم جمعة، سيكون هذا اليوم هو اليوم الآخر الذي لا يوم بعده. إذن ينتج الزمان من إحساسنا بسرعة حركة المكان. كيف؟ إذا أسرعنا الأرض حاليا في دورانها نسجل أياما أكثر، إذا أبطأنا حركة الأرض في دورانها نسجل أياماً أقل. كمثال واقعي، أقرب الجيران إلينا في الفضاء هو القمر. الأرض تدور 30 دورة، يدور القمر دورة واحدة، فالنسبة 1:30. فإذا ولد مولودين أحدهما على الأرض والآخر على القمر، المولود الذي على الأرض يسجل شهر كامل 30 يوما، على القمر يسجل يوم واحد. على الأرض يسجل 30 سنة في العمر، على القمر سنة واحدة فقط. على الأرض عمره 60 سنة وبيختير، على القمر ابن 2. إذن هذا أقرب الجيران لنا في نسبية الزمن. إذن هذا هو الزمان الذي هو يسجل بإشارات قياس الوقت، وهو مشترك عند جميع الناس. كل الناس يمر عليهم عام 2000 و2010 و2012 ويوم أحد ويوم سبت. لكن الموضوع الهام جدا هو الزمن بدون حرف الألف. الزمن هو الإحساس الشخصي لكل فرد بمرور الزمان. فزمان المرح يمر بطيئا، زمان الحزن والهم يمر بطيئا لكن على صاحبه. قد يمر ساعة على شخصين، ذات الساعة شخص أمضاها باللهو والمرح يشعرها كأنها 5 دقائق. الذي مرت عليه وهو في حال الحزن والهم يشعر كأنها سنة أو كأنها أكثر من سنة. القرآن الكريم تعامل بشكل واضح مع الزمان ومع الزمن. قالوا لنا أن هنالك بعض التعارض فيما ورد بسورة الحج الآية 27 وما ورد بسورة السجدة الآية 5. مرة يقول 1000 سنة مما تعدون، مرة 50,000 سنة، مرة كـ1000 سنة. قالوا لنا ما هذا التناقض؟ حاشا في القرآن الكريم. لم يدركوا موضوع الزمن ولم يميزوا موضوع الزمان. فإذا نظرنا إلى سورة السجدة الآية 5: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه
في يوم كان مقداره مساواة حقيقية 1000 سنة مما تعدون. إذن في كل 1000 سنة نعد بالزمان تنزل أوامر من السماء وتصعد النتائج. هذا لا يتعارض مع سورة الحج الآية 27. لماذا؟ إذا أخذنا بداية الآية في سورة الحج: ويستعجلونك بالعذاب، عذاب جهنم، ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك في عذاب جهنم، لم يقل كان مقداره مساواة حقيقية، قال كألف سنة. تشبيه لا يمكن أن تقارن مع سورة السجدة. كألف سنة مما تعدون، لأنه زمان عذاب وزمان ألم. أما الموضوع المذهل في سورة المعارج: إليه تعرج الملائكة والروح في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهذا موضوع هام جدا أوضحه القرآن الكريم ليعطينا نسبية العمر الذي أعيشه. كيف؟ إذا عاش الإنسان فينا 50,000 سنة، عمره عند الله ابن يوم. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. نحن حتى وصلنا عام 2000 أحدثنا ضجة كبرى، بقي علينا 48,000 سنة فقط لكي يكمل يوما عند الله. إذا الإنسان عاش 50,000 سنة فعمره عند الله ابن يوم. فلما الإنسان فينا عم بيعيش بحدود 100 سنة وليكن، فعلى الآلة الحاسبة عمري أمام الله إذا بعيش 100 سنة هو ثانية ونص فقط، نوم تلتة، ومراهقة وطفولة تلتة، فزمني الفعال أمام الله هو نص ثانية. فإذا أمضيت عمري ساجداً سجدة واحدة، الله بيقول لي يوم القيامة: أنت ساجد لي نص ثانية، فكيف سوف تحصل على أجراً عظيمة؟ الجنة أجراً عظيمة. إنسان عمل عند شخص آخر ساعة ربع ساعة ويحتاج أجراً عظيماً وليس أجراً عادياً. لذلك هنالك كلمتين في سورة النبأ أو سورة عمة نلاحظ هذه الدقة المذهلة عن جهنم: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا، إلى أن يقول: جزاء وفاقا، يعذبه بقدر الذنب ولا يجور عليه في العذاب. فجهنم وفاقا. حينما تحدث عن الجنة قال: إن للمتقين مفازة، حدائق وأعناب وكواعب أتراب، إلى أن يقول: جزاء من ربك عطاء. فالجنة لو كانت وفاقا ما حدا بيدخلها نهائيا بزمن يعادل نص ثانية. إذن لذلك الجنة هي عطاء، أما جهنم فهي وفاق، يعذبه بقدر الذنب لكن يعطيه بلا مقابل. لذلك والله عزيز، عزيز عن العبادة، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. عزيز عن عبادتنا، وهاب لنا بلا حدود. لذلك هنا نسبية الزمن: إليه تعرج الملائكة والروح في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الإنسان فينا ينتقل من آن إلى آن. هذا الآن الذي نحن فيه بعد ربع ساعة سيصبح ماضي إلى الأبد. الآن القادم بعد ربع ساعة هو مستقبل، سننتقل من هذا الآن إلى الآن الآخر بعد الساعة الأخرى. فالإنسان فينا ينتقل بالزمن من آن إلى آن. نحن نعيش الآن، بعد ربع ساعة مجهول لنا، قد نعيش وقد لا نعيش. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: لا يزال الإنسان بين مجهولين، بين ماض لا يدري ما كتب الله فيه، وبين آت لا يدري ما الله قاض فيه. وقالوا في الحكمة: أمس مثل، اليوم عمل، غد أجل، بعد غد أمل. إذن الإنسان ينتقل ضمن هذه الفعاليات في حواره بين الزمن وبين الزمان. نلاحظ
الله يقول أن الزمن متتابع على الإنسان. إني جاعل في الأرض خليفة أن يخلف بعضه بعضاً. فالله سبحانه وتعالى ليس له خليفة بالأرض، لكن خليفة أن يخلف بعضه بعضاً. وقال صلى الله عليه وسلم بما معناه حينما خاطب لأحد الصحابة مازحاً، قال له بعد 100 عام لن ترى أحداً من هذه الوجوه. فالأرض تغير سكانها بحوالي كل 100 عام، فالناس الذين نراهم ونحن منهم بعد 100 عام لن يرانا الأجيال القادمة. فهذا هو إني جاعل في الأرض خليفة والليل والنهار، خلفة لمن شاء أن يذكر أو أراد شكورا. إذن هنالك قضايا أخرى في عملية حساب الزمن. القرآن الكريم لم يعتمد التقويم الشمسي إطلاقاً، اعتمد على التقويم القمري. قال تعالى الشمس والقمر بحسبان، وقال تعالى الشمس والقمر حسباناً. وتحدث القرآن الكريم عن أزمنة كثيرة، فتحدث عن العصر، تحدث عن الفجر، تحدث عن أمور أخرى. من الطريف أن الشعر القديم والحديث استخدم عبارة نسبية الزمن في الكثير من أبيات الشعر من المعلقات وحتى الآن. يقول أحد الشعراء أحمد شوقي: وأياماً وأيام تطير بنا سحاباً، وإن خيلت تدب بنا نمالا كسير النمل، قصار حين نجري اللهو فيها، طوال حين نقطعها في عالا. إذن ذات اليوم قصير حين نستخدمه للهو والمرح، طويل حين يمر بعملية الهموم. إن الليالي للأنام مناهل تطوى، وتبسط بينها الأعمار، فقصارهن مع الهموم طويلة، وطوالهن مع السرور قصار. مرت سنون بالوصال وبالهنا، فكأنها من قصرها أيام، ثم انسنت أيام هجر بعدها، فكأنها من طولها أعوام. نلاحظ هذه النسبية في الزمن. من الطريف بيت الشعر التالي: تقضى زمان لعبنا به، وهذا زمان بنا يلعب. زمن الطفولة ولا حينما لعبنا، والآن يلعب فينا الزمن ويغيرنا. صحبا ناس قبلنا ذا الزمان، وعناهم من أمره ما عنانا. هنالك بيت شعر واحد في الشعر الأندلسي يجمع خاصة نسبية الزمن مع الزمان. في القصيدة الشهيرة: ودع الصبر محب ودعك، إلى أن يقول: إن يطل بعدك ليلي فلكم، بت أشكو قصر الليل معك. إن يطل بعدك ليلي فلكم، بت أشكو قصر الليل معك. فالشعر، حتى الشعر، عالج موضوع نسبية الزمن والزمان. القرآن الكريم لم يستخدم لا الزمن ولا الزمان. هذه ملاحظة هامة على القرآن الكريم. استخدم مصطلح الوقت. إذن القرآن الكريم استخدم موضوع الوقت وربطه بحادثة معينة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا وليس كتاباً زمنياً. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما عندها علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو. إبليس يقول: فانظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت، لم يقل الزمن، إلى يوم الوقت المعلوم. وهذا موضوع هام جدا في القرآن الكريم. إذن الساعة كتاب موقوت، حتى الحج وحتى العبادات كلها ربطها الدين الإسلامي بعملية الوقت. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت، لم يقل أزمنة، مواقيت للناس والحج. وحتى الآن نستخدم نحن عبارة الوقت، فنقول توقيت مكة المكرمة، توقيت غرينتش، حتى نقول أحياناً قنبلة موقوتة، ما نقول قنبلة زمنية. فنستخدم غالباً عبارات الوقت أكثر من عملية استخدام
الزمن. الدين الإسلامي هو الدين الوحيد من بين كل الأديان ربط الإنسان بموضوع زمني محدد. الحج أشهر معلومات، لا يجوز الحج. الصوم له شهر محدد، لا يجوز أن أختار أي شهر في السنة وأصوم. الله لا يحتاج مني أن أصوم شهر في السنة وقال لي اختر الشهر الذي تريد، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الصلوات الخمس كتابا موقوتة، الصيام موقوت، الحج موقوت. فالدين الإسلامي والقرآن الكريم ربط فعلا، ربطنا حتى العبادات كاملة، ربطها بالوقت وربطها بالزمن. إذن القرآن الكريم والدين الإسلامي هو الوحيد الذي ربطنا بعملية التوقيت. هنالك اليوم يقسم إلى يومين، يوم للمادة نعيش فيه نأكل ونشرب وننام، ويوم للطاقة. فليلة القدر خير من ألف شهر. لماذا؟ تنزل الملائكة والروح فيها لأن فيها طاقة. قال صلى الله عليه وسلم بما معنى الحديث: إن لله نفحات ألا فتعرضوا لها. فشهر رمضان ليس كباقي الشهور، لكن رمضان فيه أيضا سبت وأحد واثنين وثلاثة، يعني وشهر رمضان فيه شروق وفيه غروب، لكن شهر مبارك. إذن الزمان أو الزمن أو التوقيت عند الله له ليس متساوي عند الله. فيوم عرفة له قضية كبرى، ليلة القدر هي قضية كبرى، وهنالك نفحات في الدين الإسلامي معروفة لدينا جميعا يجب أن نتعرض لها. فيوم عرفة ليس كباقي الأيام، العشر الأواخر من رمضان ليست كباقي الأيام، العاشوراء ليست كباقي لباقي الأيام ما قبل. إذن الدين الإسلامي ربطنا بشكل أساسي بالتوقيت، والإنسان منذ القدم بدأ يستخدم عملية قياس الوقت. استخدم أولاً المصريين الظل في حساب الوقت والتوقيت حينما استخدموا المسلات المصرية لحساب الزمن عن طريق حساب طول الظل. ثم جاءت الساعة المائية، ينزل الماء من وعاء إلى آخر بقدر نقصان الماء من الوعاء إلى الآخر، نأخذ فكرة وليست بدقة عن الزمن. ثم وجد الإنسان العربي أن الرمل متوفر أكثر فاستخدم الساعة الرملية. ثم أظهر ساعة الزيت والنار، كمية من الزيت تحترق من نقصان الزيت، نأخذ فكرة. ثم في عام 1656 وضع كريستيان هويكنز الساعة التي تدور. وهنا نحن المسلمين قصرنا جدا علميا في إعطاء الموضوع. الشيء الوحيد المخالف للدوران في الكون هو الساعات التي نحملنا في أيدينا. كل شيء خلق أو كل شيء مبرمج على الدوران عكس عقارب الساعة. حتى الطالب في المدرسة حينما أقول له أرسم لي زاوية مثلا 30 سيرسمها عكس عقارب الساعة، وإلا إذا رسم مع عقارب الساعة يأخذ علامة صفر. الشيء الوحيد المعاكس للدوران في الكون هي الساعة، لكن نحن المسلمين مقصرين. لماذا؟ الله يقول: ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقال تعالى: وكل في فلك يسبحون. والفلك هو المسار المنحني ومنه الفلك والفلوكة، لذلك قال: وكل في فلك يسبحون. وحينما قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وأوجد الدوران حول الكعبة عكس عقارب الساعة، لم نعطي هذه المعلومة للآخرين مع أننا حملت رسالة علمية ودينية وفقهية. فهن يعني أخطأ وين بده يدوره، على اليمين ولا على الشمال فدوره. لكن حتى الآن كل المخلوقات على الإطلاق، حتى الفرقة المولوية الذين يدورون، نلاحظ أنه يدور عكس عقارب الساعة. في حلب هي طلبنا من أحد الأخصائيين بالفرقة المولوية أن يدور مع عقارب الساعة بخمس دورات سقط في الأرض، بينما عكس عقارب الساعة يبقى ساعة كاملة عم يدور وما في مشكلة. حاولنا الحصان على البيادر بالريف حلب أن نجعل الحصان يدور مع عقارب الساعة، حاولنا المستحيل، يستحيل مع عكس عقارب الساعة يدور من الصباح إلى المساء وما عنده مشكلة.
كل إلكترون يدور عكس عقارب الساعة، فنحن كنا المقصرين حتى في نقل عملية التوقيت. لذلك قصرنا أيضاً في عملية نقل توقيت مكة المكرمة. اعتمدنا حالياً ومعظم العالم على توقيت غرينتش. غرينتش، والكلام علمي بحت وليس مجاملة للعالم كوننا مسلمين، نتحدث عن حقيقة علمية. الدكتور حسين كمال الدين عليه رحمة الله، عميد كلية الهندسة المدنية في جامعة الرياض، أثبت عمل هندسي لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى برهان لأنه عمل هندسي، أن مكة المكرمة هي مركز اليابسة في الأرض وليست مركز الأرض. اليابسة متمركزة في القسم الشمالي من الأرض. لذلك إذا وضعنا رأس إبرة المدور في مكة المكرمة ورسمنا دائرة نمر بحدود اليابسة، من هنا جاءت لتنذر أم القرى ومن حولها. فطالما هي في المركز فالعالم الساكنين على اليابسة هم حولها أصلاً، فهذه حقيقة علمية يجب أن نأخذ بتوقيت مكة ونترك توقيت غرينتش لأنه غير متناظر بالنسبة للأرض. ثانياً، في مكة فقط إذا وضع إنسان في أي مكان في العالم خارطة جغرافية، هنالك خطوط الطول وخطوط العرض. إذا وضع الإبرة المغناطيسية أو البوصلة على هذه الخطوط لا ينطبق خط البوصلة مع خط الجغرافي، هنالك زاوية نطلق عليها بالفيزياء زاوية الانحراف. إلا في مكة حصرا تنطبق الزاوية المغناطيسية مع خطوط الطول بالنسبة للأرض. إذن حقيقتين علميتين بالنسبة إلى مكة، فيجب أن نعود إلى توقيت مكة مثلما قال القرآن الكريم أنها أم القرى وأم ومركز الأرض، وكل والناس في الصلاة حينما في حال التوجه نحو الكعبة يرسمون هذه الحلقات في العالم كاملة التي تحيط نحو المركز وفي المركز. القرآن الكريم استخدم مثل ما قلنا التوقيت القمري ورفض التقويم الشمسي. التقويم الشمسي الحالي الذي هو دائماً رأس السنة الميلادية في شهر يناير، هذا التوقيت الله رفضه جملة وتفصيلاً. إن عدة الشهور عند الله 12 شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. الأشهر الميلادية ليس فيها أربعة حرم. إذن الله يقول عودوا إلى التوقيت القمري. لماذا؟ والموضوع علمي بحت وليس مجامل لأحد، نتحدث فيزياء وعمليا. يقوم التقويم الشمسي الحالي أو الميلادي على حقيقة وهمية باعترافهم أن الشمس دائما ثابتة على خط الاستواء حتى يعطي 24 ساعة في اليوم. يتناسى حقيقة علمية أن الشمس متحركة بين مدار السرطان ومدار الجدي. طيب هنالك حقيقة علمية الشمس تذهب إلى مدار السرطان ومدار الجدي، أتجاهلها وأفترض شمس وهمية لكي أعطي لنفسي مزد. الموضوع الآخر، السنة الشمسية غير متناظرة، فدائما يناير وفبراير إما 50 يوم، إما 59 يوم أو 60 يوم. كل أربع سنوات يضيف يوماً على السنة الكبيسة لإعادة التوازن. السنة الكبيسة هي كل سنة آحادها وعشراتها يقبل القسمة على أربعة بدون باقي. فعام 2000 كانت سنة كبيسة، 2004 سنة كبيسة، 2012 ستكون سنة كبيسة، سنضيف يوم إلى شهر فبراير. بينما نلاحظ بذات الوقت أن جولاي مع أغسطس دائماً 62 يوم، 31 يوم، 31 يوم. إذن هي أصلاً سنة غير مستقرة، غير واقعية وغير منطقية. من الأمور الطريفة فعلاً، الأشهر الأربعة الأخيرة في السنة هي سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. إذا ذهبنا إلى اللغة الإغريقية وناقشنا ماذا تعني كلمة سبتمبر، كلمة سبتمبر تعني السابع بينما هو الشهر التاسع. أنا أقول سابع وأكتب تاسع. إذن سبتمبر، أكتوبر أنا ألفظ ثامن لكنه الشهر العاشر.
فأصلاً حتى التسميات غير مستقرة في السنة الشمسية. لماذا كان بداية السنة الشمسية في شهر آدار؟ في شهر آدار أي مارس، عم نحكي بالسوري شوي. إذن في شهر مارس كان رأس السنة، قربوا رأس السنة شهرين ونسوا أن يغيروا أسماء الأشهر الأربع في السنة، فيقولون سبتمبر سابع بينما هو التاسع. إذن نلاحظ هذه الأمور غير مستقرة. لذلك قال الله صراحة: الشمس ضياء، ليس هناك مشكلة، والقمر نورا، وقدره، لم يقل وقدرها، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. نحن تركنا هذه الآية الكريمة وذهبنا إلى التقويم الشمسي وضعنا. التقويم القمري في القرآن الكريم هو تقويم توقيفي، التوقيفي هو ما جاء من الخالق. القمر فعلاً، وهذا موضوع علمي يعني واضح تماماً، الشهر القمري 29 يوم 12 ساعة 44 دقيقة وثلاث ثواني حصراً. فالقمر توقيت، لا بيقدم ولا بيأخر على الإطلاق. 29 يوم 12 ساعة 44 دقيقة وثلاث ثواني. وقال صلى الله عليه وسلم: الشهر 29، فإذا غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا كلام علمي مذهل. لذلك القرآن يطالبنا بالعودة إلى التقويم القمري، وهاجم القرآن بشدة وبعنف النسيء. إنما النسيء زيادة في الكفر. فلماذا زيادة في الكفر؟ ما هو النسيء؟ في اللغة كلمة نسأ أي أطال. الحديث الشريف قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وموضوع طريف، ربما سليمان، مع احترامنا الشديد لكل رسل والأنبياء، ربما كان سليمان أكثر طولاً من موسى عليه السلام. نلاحظ هذا الموضوع الطريف في الآيتين. موسى عليه السلام: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. إذن عصاية طويلة، ما معقول إنسان يكون قصير ويحمل عصا طويلة. بينما موسى عليه السلام قال: هي عصاي أتوكأ عليها، لم يقل هي من سأته. إذن من هنا نلاحظ النسيء هو التلاعب بالأشهر القمرية لكي توافق السنة الشمسية. إذن إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. أول من قام بعملية النسيء القلمس. لذلك نلاحظ في حجة الوداع أول موضوع ناقشه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم موضوع الزمن، قبل أن يناقش الأمور الفقهية، حينما قال بما معنى الحديث الشريف: أيها الناس دعوني أبين لكم. أول ما حدد موضوع الزمن والزمان، فقال صلى الله عليه وسلم: اليوم استدار الزمن كيوم هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. إذن في ذلك اليوم، يوم حجة الوداع، أكمل الكون دورة زمنية كاملة، كأن الساعة عادت إلى الرقم 12. هذا موضوع ثبت علمياً، حدد صلى الله عليه وسلم نهاية دورة الزمن، وقال: بعثت أنا والساعة كهاتين. يعني الساعة قربت على الرقم 12 ورح يرن الألارم وينتهي الموضوع مباشرة. اقتربت الساعة، اقترب للناس حسابهم. إذن دار الزمن، وسوف وصلنا تقريباً إلى الساعة رقم 12 أو الساعة صفر، وسوف يرن المنبه والألارم ويدعو الجميع إلى القبر وتنتهي الحياة. إذن رفض القرآن الكريم هذه الإطالة في الزمن أو التلاعب، أن نضيف 10 أيام أو 11 يوم تقريباً على كل سنة لكي يتوافق. سوف ندخل حالياً في مواضيع جداً، أولاً طريفة وثانياً غريبة، وسوف نوضحها للمرة الأولى. اليوم في القرآن الكريم دائماً أطول من السنة، لماذا؟
دائما في القرآن الكريم اليوم أطول من السنة، فما هو تعريف اليوم في القرآن؟ نلاحظ على إعصار قوم عاد في سورة الحاقة، يقول تعالى صراحة: أرسلها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما. يتحدث عن 8 أيام. يذهب لسورة القمر ليقول في يوم نحس مستمر. طيب يوم إلا 8 أيام؟ أحد الملحدين قال يعني بالمعنى العامي فهمنا، طيب يوم إلا 8؟ في سورة الحاقة 8 أيام، في سورة القمر في يوم نحس مستمر. الموضوع مذهل في روعته. اليوم في القرآن الكريم هو زمن الحادثة، متى بدأت الحادثة ومتى انتهت فهذا يومها. هنالك تعريف فيزيائي مذهل في سورة الرحمن: كل يوم هو في شأن، كل شأن أو حادثة متى بدأت ومتى انتهت فهذا يومها. مثال، نعود إلى إعصار قوم عاد. بدأ الإعصار من بداية الإعصار وحتى نهايته، هذا يومه في يوم نحس مستمر. أسقطناه على زمننا الأرضي وإذ به 8 أيام. إذن ما في مشكلة، إذن على زمن الأرضي 8 أيام، 8 أيام شروق، لكن طالما الإعصار يعمل فيومه يعمل. لذلك القرآن أسماه يوم البعث، يوم القيامة. من ونفخ في الصور فإذا هم قيام، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، حتى وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هذه الفترة كلها تسمى يوم القيامة، لكن 70 خريف، 100 خريف، 100 عام، لكنه يوم طالما الحساب يعمل. الموضوع الملفت: لماذا اليوم أطول من السنة؟ دائماً بالفيزياء عندنا، إذا أخذنا مثلاً مرجوحة الأطفال، فذهبت المرجوحة ثم عادت، هذا من سميه دور أو زمن. إذن إن انتهيت من العمل فانتهى وقت العمل أو انتهى يوم العمل. حينما ينتهي العمل أوقف الزمن، فلا أعطيه زمناً إضافياً. لذلك بالفيزياء نقول أن الزمن أو الدور هو إما واحدة الزمن أو أصغر. لا يمكن أن أنهي العمل ويبقى زمنه مستمر، أنهيت العمل فانتهى التوقيت. لذلك القرآن الكريم يستخدم عبارة مذهلة: يوماً أو بعض يوم. لو كان القرآن الكريم حاشا في أي تلاعب وحذفنا حرف الألف فقط، كان أصبحت الآية يوماً وبعض يوم، صار أكثر من اليوم فانتهى القرآن فيزيائياً. لذلك إما يوم أو بعض يوم، إما أقل أو يوم. نلاحظ هذه الأمثلة الرائعة في القرآن الكريم: حادثة أو شأن موت العزير في سورة البقرة: فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبست؟ قال: لبست يوماً أو بعض يوم. لماذا؟ من لحظة وفاته حتى ثم بعثه، هذا شأن، هذه حادثة لها يومها. على زمننا الأرضي 100 عام، 100 سنة، 200 سنة، ما في مشكلة، لكن بالنسبة إلى العزير هذا يوماً أو بعض يوم. حادثة أو نوم أهل الكهف: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. في الآيات السابقة قال قائل منهم: كم لبستم؟ ذات العبارة: لبثنا يوماً أو بعض يوم. الموضوع المذهل: نحن البشر أعمارنا مختلفة عن بعض بشكل عجيب وبأرقام مذهلة. يعني هذا الإنسان عاش 50 سنة وكذا شهر وكذا ساعة وكذا ثانية، فلان عاش، يعني منشوف أنه الأعمار لها احتمالات هائلة. الشيء العجيب فعلاً، سيأتينا سؤال إنلاين موحد يوم القيامة بالسنين، جميعنا مهما عشنا من أعمار سنعطي جواباً موحداً لكن بالأيام. قال: كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ هذا عاش 50، هذا 60، هذا 20، هذا مات أثناء الولادة. قالوا الجميع: لبسنا يوماً أو بعض يوم فاسأل العادين. السؤال بالسنين نجاوب جميعاً باليوم. فكل إنسان فينا
متى ظهر إلى الحياة ومتى سيغادرها بالنسبة له هذا يوم أو بعض يوم. قال: كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبسنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. لذلك اليوم في القرآن كمنطق فيزيائي مذهل أنه يتحدث عن زمن الحادثة يجب أن يكون أقصر من السنين. وقالوا لنا الكثير من الملحدين: كيف القرآن العلمي والكذا والموضوع المذهل بيحط اليوم أطول من السنة؟ معقول هذا الكلام؟ حينما شرحنا هذا الموضوع بهت الذي كفر. الموضوع الآخر: القرآن الكريم ليس فيه مترادفات على الإطلاق. هنالك فرق بين السنة والعام والحول والحجة. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لماذا لم يقل سنتين أو عامين؟ موضوع نوم أهل الكهف ولبثوا في كهفهم 300 سنين، لو قال أعوام كان خلل رهيب في منطق القرآن الكريم. فعلا لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ربما المؤلف عنده السنة مثل العام مثل الحول مثل الحجة. شعيب يقول لموسى عليهما السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. لماذا لم يقل له 8 أعوام أو 8 سنين؟ الموضوع لكي لا نطيل الشرح الفيزيائي نعطي الفكرة اللغوية فقط. إذا يمر على الإنسان 12 شهراً في المعاناة والشدة فهذه سنة. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص الثمرات. يوسف عليه السلام يقول: تزرعون 7 سنين دأبا وليس أعوام. موسى عليه السلام لم يكن ضيفا كريما عند في مدين، كان راعي غنم في البادية. قال الله يخاطبه يقول: ولبست سنين في أهل مدين. إذا مر على الإنسان 12 شهرا وهو في راحة فهذا عام. الموضوع في منتهى الروعة في سورة يوسف: تزرعون 7 سنين دأبا ثم يأتي من بعد ذلك عام موسنة فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. لذلك الموضوع المذهل في عمر نوح عليه السلام. معظمنا نقوم بعملية طرح، مع الأسف طالب الروضة ما بيقوم فيها. حينما نقول إلى طالب الروضة 5 تفاحات ناقص برتقالتين، ما بينطرحوا معه، اختلفت الواحدة. 20 موزة ناقص 3 تفاحات، ما بينطرحوا معه. قال تعالى صراحة: أرسلنا نوحا إلى قومه فلبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فكيف أنا عم بطرح السنة من العام؟ إذن هذا خطأ، ما بصير أطرح وبقول إن نوح عليه السلام عاش 950 سنة. إذا اختلفت الواحدة يجوز الجمع ولا يجوز الطرح. أقول 5 برتقالات زائد 4 تفاحات، ما في مشكلة. أما 5 برتقالات ناقص 4 تفاحات كارثة رياضيات. لذلك نوح عليه السلام يوثق القرآن الكريم لأول مرة بشكل مذهل للغاية أن نوح عليه السلام عانى فعلياً 1000 سنة، فلبس فيهم 1000 سنة ما بتنقص ولا يوم. إني دعوتهم ليلاً ونهاراً إلا 50 عاما عاشها الرجل مرتاحاً بعد الطوفان. إذن عاش 1000 معاناة و50 راحة، فعمره الشريف 1050 وليس 1050. إذن 1000 سنة إلا 50 عاما عاشها مرتاحا بعد الطوفان، بعد أن لم يبق على الأرض من الكافرين ديارا. أما المنطق الطريف، ما هو الحول؟ أيضا وعندنا موضوع هام في الدين الإسلامي، نقول أن الزكاة مرتبطة بالحول، المال يجب أن يدور عليه الحول وليس السنة، وهذا موضوع فقهي فعلا عجيب. الحول هو 10 أشهر ونصف بعملية حسابية من داخل القرآن الكريم، يجب أن نعتبر هذا موضوع الزمان. قال تعالى عن الطفل الجنين: وحمله وفصاله 30 شهرا. أعطاني الرقم بالأشهر كي لا يصبح عندي خلل.
وحمله وفصاله 30 شهرا. الحمل عدد أشهره 9، بقيت الرضاعة 21 شهر. الآية الأخرى تقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فالحولين 21 شهرا، فالحول 10 أشهر ونصف، يجب أن أؤدي الزكاة كل 10 أشهر ونصف. فنحن كل 7 سنوات يعني نقصر مرة واحدة في دفع الزكاة، لأنه كل 7 سنوات لازم أكون دفعت الزكاة 8 مرات وليس 7 مرات. فالحول هو 10 أشهر ونصف من ضمن آيات القرآن الواضحة، وربط الفقه الإسلامي الزكاة بالحول، لو ربطها بالسنة لا يوجد مشكلة. لكن القرآن الكريم ليس فيه مترادفات، فليست السنة مثل العام مثل الحول مثل الحجة. أما شعيب حينما قال إلى موسى عليه السلام: على أن تأجرني 8 حجج، فالحجة هي الموسم، لذلك نقول موسم الحج وذي الحجة. شعيب يوضح إلى موسى عليه السلام مثلا: حتى يلد الغنم 8 مرات، ربما الغنم يولد 2 مرات في السنة، إذن ما ربط لا بالسنة ولا بالعام. إذن هناك فرق بين السنة وبين العام وبين الحول وبين الحجة. القرآن الكريم لوحده فقط وضع هذا التمييز، ليس عندنا لا في الحسابات الفلكية ولا في كذا كل هذا التمييز. الإنسان مثل ما قلنا، السنة هي شدة والعام هي رخاء وراحة. الإنسان فينا يمر عليه أحد زمانين: إما حياة طيبة أو معيشة ضنكة. فهناك فرق بين الحياة وبين المعيشة ميز القرآن. فهناك إنسان يحيا وإنسان يعيش. المخلوقات الأخرى والحيوانات تعيش، الحيوانات تأكل وتتكاثر ثم تموت ثم كذا تعيش. أما الإنسان فمقسوم إلى قسمين: هنالك إنسان يعيش يأكل ويشرب وكذا ثم يموت، ليس عنده هدفا ساميا، ليس عنده قضية، ليس عنده نور. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به بالناس. إذن أحييناه. الله يقول عن الذين ليس عندهم أهدافا سامية في الحياة: أموات غير أحياء ولكن لا يشعرون. السيد المسيح عليه السلام في إنجيل متى أدرك هذه الحقيقة. قالوا له: هنالك جنازة، ألا تصلي؟ فقال: دعوا الموتى يدفنون موتاهم. دعي الموتى يدفنون موتاهم. لذلك القرآن الكريم يقول: ومن يعمل المعيشة الطيبة مرتبطة حصرا في العمل الصالح، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ليس هنالك حياة ضنكة ولا يوجد معيشة طيبة، المعيشة ضنكة. ومن يعش عن ذكر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. لذلك أصحاب النار يوم القيامة ليسوا أموات، لكن ليسوا أحياء. الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ما قال لا يعيش، هو يعيش، يأكل من الزقوم ويشرب من الحميم ويتعذب. لذلك الله يقول: وأن الآخرة في سورة العنكبوت لهي الحيوان، صيغة مبالغة من الحياة. نقول فلان عطشان، فلان تعبان، صيغة مبالغة. إذن في الآخرة إما معيشة في جهنم أو حياة في الجنة. لذلك حينما زكريا طلب من ربه أن يختار له اسم الولد، الله اختار له اسم يحيى، لم يقل يعيش. إذن إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. فنرجو من الله أن تكون حياتكم حياة طيبة وليست معيشة ضنكة. إذن فالإنسان بالعمل الصالح يختار بين هذين الشيئين. موضوع ما يسمى الزمن والتنجيم. علم التنجيم والأبراج وهذه المهزلة التي نراها دائما، نتحدث بالحقائق العلمية.
حقيقة الأبراج تعبر عن حقيقة واحدة فقط، هي كمية الغباء الموجود عند المنجمين. الأبراج تعبر عن حقيقة واحدة علمية، هو مقدار الغباء الموجود عند المنجمين. لماذا؟ والكلام علمي بعد. أولاً، الأبراج حالياً عددها 12 برج مجموعة في بيتين من الشعر: حمل الثور جوزة السرطان، ورع الليس سنبل الميزان، ورمى عقرب بقوس لجدي، نزح الدلو بركة الحيتان. يبدأون في برج الحمل دائماً وينتهون في برج الحوت. في الواقع كانت الشمس في برج الحمل ليس حالياً، كانت 1000 سنة قبل الميلاد في برج الحمل. حالياً في 21 آذار بداية الأبراج الشمس واقعة في برج الحوت. فجماعة المنجمين ضايع عليهم هذا الموضوع، قلنا يا أخي أنت عبتنجم قبل 1000 سنة قبل الميلاد، لما عبتبدأ في برج الحمل لاحظتوا مقدار الغباء العلمي. لا، بيسمي حاله عالم فلك ودكتوراه بالفلك وهو لا يدري ما هو الفلك. كانت الأبراج 7 على زمن القديم، ويقول أبو تمام إلى المعتصم حينما قام بفتح عمورية: والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين، أي جيشين، لا في 7 الشهب. فكانت 7 أبراج، حاليا صارت 12. لكن الشيء العجيب فعلا، وكالة ناسا كحقيقة علمية، الشمس تمر ب 13 برج. البرج رقم 13 يسمى برج الأخطبوط أو الأكتوبوس. فإذا أدخلنا حاليا برج 13 مع الأبراج 12، فبدي يصير انزياح بالتواقيت في كل الأبراج. قد أكون طوال عمري في برج الميزان بلاقي حالي حاليا في برج العقرب. فصل المنجمين عم يقولوا لي 50 سنة أنت برج الميزان وحظك اليوم، بلاقي حالي إذا أدخلت البرج صرت في برج العقرب. الصحافة العالمية بين قوسين المرموقة تخجل من وضع صفحة تسمى حظك اليوم. نجد فقط حظك اليوم في الصحافة المتخلفة أو في الكتب المتخلفة. إذن كحقائق علمية كعلم تنجيم مرفوض من ناحية الزمن ومرفوض من ناحية التوقيت حسب ما ورد حاليا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم بما معناه: من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد من حقائق. الكفر هو رفض الحقيقة لأنه يتبع أوهام، فاحذروا من ما يسمى التنجيم، لأنه مثل ما قلنا يقوم على مغالطات. نعيد الأبراج على السريع لمن أراد أن يكتب: مجموعة في بيتين من الشعر، حمل الثور، أول برج الحمل، حمل الثور جوزة السرطان، الجوزاء والسرطان، حمل الثور جوزة السرطان، ورع الليس برج الأسد، سنبلة برج السنبلة أو العذراء سنبل الميزان. إذن حمل الثور جوزة السرطان، ورع الليس سنبل الميزان، ورمى عقرب بقوس لجدي، برج العقرب والقوس والجدي، نزح الدلو بركة الحيتان، برج الدلو وبرج الحوت. الموضوع الهام جدا هو موضوع سن ما بعد 40. الله سبحانه وتعالى أعطانا فرصة زمنية حتى سن 40، وقال لنا طبعا، وندعو حتى تحسن 40 بهذا الدعاء الموجود في كل المصاحف بالصفحة 404 بصورة الأحقاف الآية 15. لكن نحن لا ندعو دائما بهذا الدعاء. هذا الدعاء الله يقول: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، قال، قول فقط، وله ثواب هائل: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وأني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا خلال 40 سنة، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. في خلال 5 دقائق المتبقية سنعطي فكرة عن البرنامج اليومي الذي يهم كل إنسان فينا، كيف الله وضع لنا برنامج يومي لا نتقيد فيه.
سورة النور هي الصورة الوحيدة المفروضة من بين 114 صورة في القرآن الكريم. أوائل سورة النور سورة أنزلناها وفرضناها. لماذا فرضت؟ نحن نمر على كلمة فرضناها. سورة النور تحتوي على 40 حكماً إسلامياً هي كلها بمرتبة الفرض. يهمنا حالياً بالزمن الآية 58 من سورة النور. الله يفرض علينا 3 فترات استراحة في اليوم، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم، ارتاحوا بهذه الفترات. فماذا يحدث كل يوم فعلاً من بعد صلاة العشاء؟ هنالك غدة يعلمها السادة الأطباء موجودة داخل دماغ الإنسان، لأهميتها محتفظة داخل الجمجمة، هي الغدة الصنوبرية خلف الأذن قليلاً. هذه الغدة كل يوم بتوقيت إلهي تستعد كل يوم بعد العشاء لإفراز مادة طبية تسمى الميلاتونين. الميلاتونين، هذه المادة الميلاتونين تمشي مجاناً مع الدم، تمنع الأكسدة في الخلايا فتمنع الكانسر ومرض سرطان. لكن هذه الغدة لا تعمل إلا في الظلام، فمشكلتنا باستخدام الأنوار من بعد العشاء. الله سبحانه وتعالى يقول: فمحونا آية الليل. أنا كإنسان أرجعت آية الليل بالكهرباء، طبعاً مع احترامنا لشركات الكهرباء، أرجعنا الكهرباء في الليل مبصرة آية الليل أكثر من آية النهار. الله يقول: محونا آية الليل. أنا كإنسان أعدت آية الليل مبصرة. هذه الغدة لا تعمل إلا في الظلام. متى ما الإنسان تعرض إلى الظلام أوقفها عن العمل. لا، يعني ليس ضرورة أن يصاب بالسرطان، لكن منع عنه اللقاح اليومي. الله يقول: الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. لم يثبت في كتب الصحاح الستة عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى العشاء وذهب للسهرة، صلى العشاء ونام، صلى العشاء ونام. أليست هذه سنة؟ لكن هذه السنة ما منطبق، يعني هذه السنة فيها الكارثة إنها ما منطبقة. صلى العشاء ونام كان يقوم الثلث الأخير من الليل. فعلى كل إنسان يعني بعد صلاة العشاء أن يحاول تخفيض الإنارة ولو لم يكن نائما، ليمنع عنه مرض السرطان. أجرينا تجارب في حلب في مداجن حلب على الدجاج. الدجاج الصناعي الذي في مداجن صناعية إصابة السرطان فيه أو الكانسر بين 40 إلى 45%، لأنه يوقظ في الليل لكي يطعم. الدجاج البلدي الحر الذي ينام مع بداية الليل ويستيقظ عند الفجر، لا يوجد ديك بلدي يسهر للسحور وينام للظهر. الدجاج البلدي إطلاقاً هذا لم يسجل أي حالة سرطان على الإطلاق، وأخذنا إحصائية من المداجن لأنه يتعامل صح مع النور. إذن كل أم يعني عندها أطفال صغار تخشى عليهم، عليها أن تخلدهم إنهم أو تخفف الإضاءة بعد صلاة العشاء مثل ما ورد في سورة النور. يجب على الإنسان أن يستيقظ قبل الفجر بساعتين، وهذا موضوع يهم الأمهات خاصة التي عندها أطفال للدراسة. قبل الفجر بساعتين يرتفع معدل الأدرينالين في الدم. يجب على الإنسان أن يستيقظ قبل الفجر بساعتين مثلما السنة الشريفة. الساعتين قبل الفجر أفضل توقيت على الإطلاق للأعمال الفكرية. الله في اليوم الأول برمج رسوله الكريم في اليوم الأول، قال له: إن لك في النهار سبحا طويلة، ليس عندك فراغ في النهار، لكن إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. منهاج، إذا لم تفهم هذا المنهاج كيف ستفهمه إلى الناس؟ قاله: هذا المنهاج الثقيل يدرس ليلاً، قم الليل ورتل القرآن. لماذا؟ إن ناشئة الليل هي أشد وطئاً وأقوى مقيلاً. فكل طالب أو طالبة يدرس بهالساعتين قبل الفجر سينجح حكماً حسب مثل ما قال تعالى بالزمن: إن ناشئة الليل هي أشد وطئاً وأقوى مقيلاً. نكون وصلنا إلى مرحلة السحر. بالسحر يجب الاستغفار، هنالك آيتين: وبالأسحار هم يستغفرون، والآية الأخرى: والمستغفرين بالأسحار. بالاستغفار بالأسحار نحصل على 5 قضايا من الإله مجانا: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا،
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ماذا يحتاج إنسان أكثر من هذا؟ ثم يصل إلى صلاة الفجر، والخطورة الخطورة أن ينام الإنسان في الوقت بين صلاة الفجر وشروق الشمس. معظم السكتات الدماغية والقلبية، إحصائية في حلب، بتصيب النائمين بتلك الفترة. إمتى توفى المرحوم؟ قبل الشمس. ليش؟ كان نايم. الآية تقول وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، والذي يسبح لا يمكن أن يكون نائما. إذن على الإنسان أن يبقى مستيقظا من صلاة الفجر حتى شروق الشمس، كي يمنع عن نفسه السكتة القلبية أو السكتة الدماغية. تبدأ مرحلة النشاط حتى الظهيرة منذ، طبعا على سبيل المثال، ثبت لدينا أن كل غدد الإنسان تقف وتعمل على مواقيت الصلاة، سواء صلى الإنسان أم لم يصلي. فعند الظهر حتى العصر تماما هذه فترة قيلولة. قال تعالى وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وقال صلى الله عليه وسلم قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. إذن ونحن حاليا لا نقيل، يعني عندنا الفترة بين صلاة الظهر وصلاة العصر هي أيضا مرحلة نشاط. نأمل أن نكون في هذه العجالة قد وفقنا. شكرا لإصغائكم وإلى لقاءات أخرى.